حصل حصل وهنا اندهينا من القسم الثاني في الفقه، يعني اندهينا من قسم المعاملات، اولا العبادات ثم المعاملات. من هنا يعني القسم الثالث المناكحات، وصلنا الى النسي. ثم بعده يعني باب النكاح، هذا النكاح ما معناه؟ المصنف نعم يبين معناه لغة وشرعا، وهو لغة الضم والاجتماع. النكاح هو مصدر ناكح يناكح مناكحة النكاح، فإذا معناه هكذا الضم والاجتماع. الضم والاجتماع هذا العتب هو أي عتب؟ هل هو تفسير؟ ليس تفسير، بل هذا عتب عام من على خاص، لأن الضم خاص. الضم خاص، كيف يكون خاصا؟ بما فيه انفصال، الشيء الذي ينفصل هو الذي يضم. أما الاجتماع لا حاجة فيه الانفصال، لو انفصل أو لو لم ينفصل كلاهما يقال به الاجتماع. نعم. ثم فإذا المتن الضم والاجتماع. ومنه قولهم تناكحت الأشجار إذا تمايلت، يعني العرب يقولون تناكحت الأشجار حتى عند تمايل الأشجار في الريح، عند هبوب الريح تتمايل الأشجار. هناك يقولون تناكحت الأشجار، معناه انضمت الأشجار أو اجتمعت الأشجار. نعم هكذا. ثم وانضم بعضها إلى بعض، إذا تمايلت وانضم بعض الأشجار إلى بعضها، يعني أغصانها تنضم بعضها إلى بعض، عندئذ هم يقولون هكذا تناكحت الأشجار. ثم وشرعا عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ نكاح أو تزويج، وهذا هو النكاح شرعا. شرعا هو عقد يتضمن، هذا العقد يتضمن ويشتمل ويستلزم، نعم أي شيء يستلزم إباحة وطئ. فإذا يترتب على هذا العقد إباحة وطئ، يكون الوطء مباح من الجانبين للرجل والمرأة، نعم بلفظ نكاح أو تزويج. ثم نكاح او تزويج يعني على مادتهما او ترجمتهما هكذا. لفظ هذا ليس مراد لتعيين هذين اللفظين، بل نكاح تزويج يعني يعتبر مادتهما او ترجمتهما ايضا كما سياتي. يجوز النكاح بالترجمه، وهو حقيقه بالعقد مجاز بالوطي على الصحيح. ثم ذكر معناه والشرعي، ما هو؟ هو عقد يتضمن اباحه هكذا. ومع ذلك له اطلاق آخر في الشرع، للنكاح اطلاق آخر في الشرع. فإذا بين المصنف حقيقة هذين الاطلاقين، هذا الذي قاله هو حقيقة في العقد، يعني حقيقة شرعية في العقد، مجاز بالوطي. مجاز بالوطي على الصحيح، يعني هناك ثلاثة أقوال، هذا قول، ثم قول آخر يعني على العكس، وهو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد، هكذا مجاز في العقد حقيقة يعني في الوطئ، في الوطئ هكذا قول آخر. ثم قول آخر ثالث يعني مشترك بينهما، يعني هناك اشتراك، ليس حقيقة ولا مجاز، بل هذا اشتراك، نعم مشترك بينهما، كلاهما حقيقة ليس مجاز، لكن هذا على الصحيح هكذا حقيقة بالعقد مجاز بالوطي. إذا أناقح يقال بمعنى وطئ وجامع. ثم أولا المصنف يبين يعني حكم النكاح، النكاح هناك يأتي أربعة أحكام، يعني هو مباح أو سنة أو حرام أو واجب أو هكذا يأتي، نعم المصنف يبين البعض منها. سنة أي النكاح للتائقين، ليس النكاح يعني سنة على الإطلاق، هنا النكاح بمعنى التزوج، يعني رجل يتزوج، إذن النكاح بمعنى التزوج ليس بمعنى التزويج، التزويج يكون من الولي، ليس هذا حكمه.
التزويج الذي هو الإيجاب هو متعلق بالولي، فلا قدرة للزوج عليه، وإنما يقدر على القبول. إذا النكاح بمعنى قبول التزويج، هذا الذي يكون للزوج، نعم، للرجل. أما حكم التزويج أن يكون واجبا لو وجد لبنته، يعني لموليته، رجلا كفوا، يجب على الولي التزويج. نعم. وهنا هذا يسن لتعيق، أي محتاج للوطي، وإن اشتغل بالعبادة قادر. فإذا بقيدين يسن، أولا يكون تعيقا، وثانيا يكون قادرا. تعيق، ما معنى التعيق؟ يعني محتاج للوطي، يعني هو يحتاج إلى الوطي. لماذا يحتاج؟ لإهداء شهوته الجنسية هكذا. فإذا وإن اشتغل بالعبادة، ممكن هذا رجل مشتغل بالعبادة، يعني هو يقضي عمره أين في العبادة، مشتغل من الصباح إلى المساء، ثم في الليل هكذا، صباحا مساء ليلا نهارا، هذا يصلي ويقرأ القرآن، يحيي جميع أوقاته بالعبادة. ومع ذلك ينظر في حالة نفسه، هل هو تعيق للجماع أو لا؟ لو كان له حاجة إلى الوطي يسن، كذلك قادر. ومع ذلك يعتبر القدرة، قدرة على ما؟ على مؤنة. ما المراد بالمؤنة هنا؟ هذا الذي يقول من ماهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه. فإذا هو قادر على ثلاثة هذه الأمور، من ماهر، فإذا ثم كسوة فصل التمكين، هذا كسوة يجب يعني في الفصلين، في فصل فصل، في كل فصل كسوة واحدة واحدة، سيأتي يعني تفاصيل الكسم كسوة فيما بعد. كذلك بالنسبة إلى النفقة، النفقة يعني ما يكفيها من الطعام، هذا يعتبر في كل يوم تمكين. فإذا يوم من الأيام ما مكنت لزوجها من زوجها، فإذا لا يجب عليه نفقة ذلك اليوم فقط، بعدم التمكين تسقط نفقة ذلك اليوم. أما بالنسبة إلى الكسوة، لو منعت مرة واحدة ولم تمكن مرة واحدة من فصل واحد، تسقط كسوة هذا الفصل تماما، كما سيد تفسير سيد. فإذا هناك في الكسوة يعتبر، نعم، فإذا حينما تجب الكسوة يكون قادر على الكسوة، حينما يجب النفقة يكون قادرا على النفقة، ثم يجب قادرا على ماهر أيضا. كيف يكون قادرا؟ إما يكون عنده هذا المال ويملك هذا المال، أو هو رجل كسوب يكسب بعمله، أولا يكسب يعني نفقة المهر، ثم بعد ذلك يكسب في كل يوم ما يكفي نفقتها، كذلك يكسب في كل فصل ما يكفي كسوتها، هكذا هو يعني يكسب هذا القدر أيضا كافيا. ثم للأخبار الثابتة في السنن، لماذا يسن لتعيق قادر؟ للأخبار الثابتة، للأحاديث الثابتة، ليست الأحاديث فقط، بل يعني هناك آيات أيضا وذكر الأخبار. ثم في السنن هكذا، هل هو في السنن أو في السنن؟ سنن بمعنى سنة، الثابتة في السنة، ليس يعني الكتب الأربعة المشهورة بالسنن، سنن أبي داود، يعني سنن ابن ماجه، ليس المراد ذلك. لماذا؟ هذا أحاديث ثابتة في الصحيحين أيضا، لو لم يثبت الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم، بل ثبت في السنن الأربعة، عندئذ يعبر المصنفون بالسنن، لكن هذا حديث ثابت في الصحيحين أيضا، فإذا هذا ينبغي أن يقرأ هنا بفتح السين، كما ذكر في حاشية الدسوق على أم البراهين. ثم بالسنن، وقد أوردت جملة منها، المصنف يقول هو أورد ذكر جملة من هذه الأخبار في كتابي إحكام أحكام النكاح، هكذا كتاب للمصنف، إحكام أحكام النكاح، هذا لذكر مسائل النكاح فقط. فإذا ذكر في أول هذا الكتاب يعني هذه الأحاديث وكذلك الآيات، نعم، ما يدل على فضل النكاح. ثم فهكذا المصنفون يذكرون هذه في كتاب اللحية، ذكر الإمام الغزالي رحمه الله يعني هذه الأحاديث، وكذلك عنده في اللحية فصول مهمة جدا لمن يريد النكاح.
ثم ولما فيه من حفظ الدين وبقاء النسل أولا لهذه الأخبار الثابتة ويسنون ثم سبب آخر لسنية النكاح لتعيق القادر لما فيه من حفظ الدين كما فرد في حديث يعني من تزوج بامرأة فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي وهكذا وردت أحاديث بأن النكاح يحفظ دينه يعني أن الإنسان فيه خلق الله تعالى فيه أو أودع الله تعالى فيه شهوتين شهوة الفرج وشهوة الباطن فإذا لو تزوج فيكون عنده طريق مباح لقضاء شهوته الفرجية ويبقى عنده شهوة باطنية وهذا الذي قال فليتق الله في الشطر الباقي نعم هذا هو حفظ الدين ثم بقاء النسل أيضا وهذان أمران مطلوبان في الشرع حفظ الدين مطلوب كذلك بقاء النسل أيضا مطلوب هذا كما ورد في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أباهي بكم الأمم يوم القيامة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بكثرة عدد أمته أجل ذلك هذا بقاء النسل وتكسير هذه الأمة مطلوب في الشرع وهو من خصال محبة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ينبغي على كل رجل أن يكسر نسله وأن يكسر عدد هذه الأمة هكذا بالتزوج وهذا مطلوب وكذلك هناك يعني فوائد أخرى أيضا بقاء النسل وكذلك حفظ الدين نعم وأما التعيق العاجز عن المؤني وهذا بيان المعترض لقوله أولا قال لتعيق قادر إذا رجل تعيق يعني يحتاج إلى الوطئ لكن ليس عنده يعني مونة قدرة على المؤني ماذا يفعل؟ أما التعيق العاجز عن المؤني فالأولى له تركه الأولى بمعنى الاستحباب مستحب له تركه أولا يعني النكاح سنة وهذا ترك النية سنة ثم ماذا يفعل لأجل حاجته وتوقيه كسر شهوة حاجته بالصوم يعني وهو يصوم لماذا؟ لكسر شهوته هذا ينبغي الصوم يعني سردا وهو يصوم دائما سردا وإلا يعني لا يستطيع أن يكسر شهوته هذا هو المطلوب بالنسبة إلى هذا الرجل ثم وهذا عند ابتداء الصوم ممكن يعني تتحرك شهوته ويشعر بشدة في شهوته ثم بعد ذلك يهدره هذا هو طبيعة الصوم ممكن هذا يكون من جانب الشيطان هو الذي يحرك ثم يعني يخلفه ويؤخره عن الصوم ثم لا بالدواء هل يجوز كسر شهوته بالدواء هذا لا ليس بجائز لا يكسرها بنحو كافور هكذا ذكر في التحفة الدواء يعني هذا كافور وكذلك أدوية أخرى نافعة في كسر الشهوة لكن لا يستعمل كان بعض حكم استعمال الدواء لكسر الشهوة ذكر في التحفة فيكره هذا استعمال نحو كافور لكسر الشهوة مكروه ويحرم أيضا في حين هذا الذي قال بعده بل يحرم على الرجل والمرأة إن أدى إلى اليأس من النسل فإذا لو كان استعمال الدواء لكسر الشهوة يؤدي إلى قطع النسل أو يؤدي إلى قطع القوة الشهوانية من نسلها يكون هذا حراما لا يؤدي إلى قطعه رأسا بل يؤدي إلى كسره فقط إلى ضعفه إلى تضعيفه عندئذ يكره العلماء بين فقهاء بينوا هنا يعني مسائل تحديد النسل تحديد النسل هم بينوا يعني اسقاط الحمل وكذلك منع الحمل المرأة هي تستعمل بعض الأدوية لئلا تحمل المرأة تحبل كل هذا مذكور في هذا المكان ثم وكره لعاجز عن المؤاني غير تعيق وهذا رجل ليس له حاجة وليس بقادر أيضا يكره له أن يكره ثم ويجب بالنذر حيث نذب يعني هذا النكاح لو كان مندوبا لرجل لو نذر النكاح يجب عليه هكذا
لما يذكر يعني مكان يعني الحرمتي بعض الأحيان يحرم النكاح، هذا بين الإمام الغزالي رحمه الله في الأحياء، يعني لو لم يثق بنفسه بل هو يتيقن أنه لا يؤدي حق زوجته وأهله لو تزوجها، بإذن يحرم.